ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. دكتور شريف، بعد التحية ضعنا في تفاصيل عملية إطلاق القمر حورس واحد. يا مساء الخير يا فندم، ازي الصحة؟ وأنا بشكركم جدا على اهتمامكم بالموضوع الهام الخاص بإطلاق قمر صناعي حورس واحد. حورس واحد الحقيقة ده قمر تم في إطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وكالة الفضاء المصرية وجمهورية الصين الشعبية. الحقيقة احنا بيننا وبين الصين في تعاون كثيف جدا في مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، وأيضا إن احنا بنأسس مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية. فالقمر حورس واحد الحقيقة ده بداية من مجموعة من الأقمار الصناعية اللي هي خاصة بالاستشعار من بعد، اللي بيتم تطويرها من خلال مشاركة كاملة ما بين فريق من الخبراء والمهندسين المصريين وفريق من الصينيين، بهدف إن احنا بنوطن تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وإن احنا بنحقق كل متطلبات برنامج الفضاء المصري. الحقيقة حورس واحد ده عبارة عن قمر صناعي للاستشعار من بعد، وبيحمل على متنه كاميرا تصوير عالية الدقة. طبعا لما بيبقى عندنا إمكانية إن احنا نصور من الفضاء كاميرا عالية الدقة، ده معناه إن احنا بنخدم كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، إلى جانب إن احنا بنحقق كل متطلبات التنمية المستدامة. خلينا بس نشوف إيه هي التطبيقات المختلفة اللي ممكن نستفيد منها من هذا القمر. أولا لما يكون عندنا القدرة على التصوير من الفضاء بدقة عالية، ده بيخدم قطاعات كثيرة. على سبيل المثال الحصر، احنا لو بصينا على القدرة على تحليل نوع التربة الزراعية على جميع أنحاء القطر المصري وتحليل الأجواء المحيطة بالتربة دي، ده بيخلينا نحدد أفضل أنواع المحاصيل الزراعية اللي احنا نقدر نزرعها في هذه التربة، وبالتالي بنعظم الاستفادة وبنحسن من الانتاجية الزراعية، وبالتالي ده ليه مردود كبير جدا على الأمن الغذائي وتوفير كل المتطلبات من الأرض المصرية للشعب المصري، بل بالعكس ممكن يكون في فائض نقدر نصدره وما له من مردود على توفير العملة الصعبة. إلى جانب إن احنا بنقدر نرصد كل مصادر المياه سواء كانت مياه جوفية أو سواء كانت مسارات للمياه والأنهار، دي بنقدر عن طريق التصوير عالي الدقة إن احنا نحدد مصادر المياه بدقة عالية، ودي طبعا دلوقتي ده موضوع مهم جدا جدا جدا، وده سر الحياة هو المياه يعني. بنبص برضو على القدرة على تحديد والتنبؤ بالكوارث الطبيعيه، سواء كان مثلا ظاهره التصحر، سواء كانت حركه الكثبان الرمليه، السيول، تآكل الشاطئ، وغيرها من الامور المختلفه. برضو لما يكون عندنا امكانيه تصوير عالي الدقه، بنقدر نحدد ونرصد اي تعديات على الاراضي المملوكه للدوله المصريه. الى جانب برضو بنقدر نرصد لو في اي زراعات مخالفه، مثلا زي زراعات مواد مخدره او خلافه، بنقدر نحن نحددها على طول. النهارده مصر فيها تنميه كبيره جدا جدا جدا. قلنا يكون عندنا القدره من الفضاء ان احنا نصور بدقه عاليه، هنقدر نتابع المشروعات القوميه ونقدر نقيمها بصوره ايجابيه، ونقدر ان احنا نعظم من الاستفاده من مواردها واستثماراتها بصوره ايجابيه جدا جدا جدا. طبعا احنا بنقدر برضو نفهم وندرس البيئه بتاعتنا ونحدد ايه هي الموارد الطبيعيه الموجوده عندنا زي المعادن وخلافه. فالحقيقه النهارده الفضاء ما اصبحش رفاهيه، اصبح الفضاء النهارده اصبح حتميه بالنسبه لتطور الدول، وكون ان احنا نمتلك القدره على التصوير عالي الدقه من خلال الاقمار الصناعيه، ده مش بيعود بالفايده بس على مصر، ده بالعكس بيعظم دور مصر المحوري بالنسبه للدول العربيه وبالنسبه للقاره الافريقيه، بحيث ان احنا برضو نقدر نمد الدول العربيه والقاره الافريقيه بصور عاليه الدقه اللي هي برضو تقدر تساعدها في التنمية المستدامة بالنسبة لها، وده برضو ليه مردود كبير على مصر إن احنا برضو بنقدر نوفر مصادر للدخل ومصادر للعملة الصعبة. فالنهاردة وجود خطوة إن احنا نطلق هذا النوع من الأقمار الصناعية، ده خطوة مهمة جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة للتنمية المستدامة، وبيؤكد على اتجاه الدولة واهتمامها بتوطين التكنولوجيا اللي ما أصبحتش رفاهية النهاردة،
اصبحت حتميه، ولابد ان احنا يكون عندنا اجيال مجهزه ومؤهله بالنسبه لتطوير هذه التكنولوجيا، وده اللي بيتم من خلال وكاله الفضاء المصريه. فانا بشكركم جدا لاهتمامكم بهذا الموضوع، واتمنى ان يكون يعني الخلاصه البسيطه دي عن اهميه هذا القمر واضحه وبتؤكد على الدور الهام بالنسبه لاستخدامات الفضاء بالنسبه للتنميه المستدامه. بشكر حضرتك جدا. خالص الشكر لك دكتور شريف صدقي مدير وكاله الفضاء المصريه، كنت معنا هاتفيا.